هل الكذب وجوه مختلفة؟ هو من زمان يعني، كان أستاذ أحمد زكي الله يرحمه كان عمل فيلم لطيف قوي أنا لا اسمه أكذب أنا لا ولكن أكذب ولكني أتجمل. أتجمل. هو هنا ما كدبش، هو فعليا على الورق والقلم هو كذب، لكن هو كان بيحاول يوجد لنفسه صورة اجتماعية معينة، فده نوع من الكذب في بعض المجتمعات بيبقى مطلوب عشان تقدري تكملي الحياة، لأن هو لو عرفوا إنه ساعتها كان ابن الراجل التربي ما كانوش هيتعاملوا معاه في الجامعه وكانوا هيحطوه في تراك تاني خالص. ده نوع من الكذب. في نوع المجاملات الاجتماعيه، ده طبيعي برضو بيحصل كتير قوي. وفي نوع تاني بقى وده الاهم، بيتقال عليه كده لما تكون مش بقى حقول الست عشان ما حدش يزعل مني، يعني حقول الجنرال، الراجل او ست هيوجع لي دماغي. يعني ايه؟ انا النهارده قابلت اكس من الناس راجل او ست، عملت ايه؟ تمام خلاص كلمتين. لكن لو انا قعدت اشرح واصل حصل وكانت صدفه وكان مش عارف ايه وما كانتش مقصود، هخش في حوار وديبيت ملوش ثلاثه اللي لازمه. هو احيانا نكذب عشان نشتري دماغنا اه يعني. بالظبط بالظبط. بتكبري دماغك، يعني بتكبري دماغك على الحدث عشان ما تدخليش نفسك في حوار ملوش ده لازمه. تحديدا مع خطيبتك، مع لا حبيبتك، مع ما هو خدي مراتك. بالك، اصل مش دايما التكبير الدماغ ده المقصود بيه ان انا بريح دماغي انا بس، لا انا كمان بمنع احيانا ضرر. بمعنى بيحصل كتير جدا، وده بشوفه عندي في الشغل مثلا مع الشباب اللي معايا في الشغل، ان هو يبقى وضعه المالي سيء جدا جدا مثلا، وايه الاخبار؟ كله تمام يا حبيبتي انا زي الفل. هو مش عايز ينقل لها الهادك اللي هو فيه، فبيضطر يكذب. طب انت النهارده؟ لا لا ده انا خلاص، ده انا هاخد ترقيه الاسبوع الجاي، وهو في حقيقه الامر مرفوض مثلا مثلا يعني. فده نوع من الكذب يعني برضه. ده مباح عشان ضحيت هنايا فداه، ومش هو بالظبط مش عايز يزعجها بالظبط، ولا عايز أسئلة كتير ولا يعني. ولا عايز توتر عشان يعرف يفكر. بالظبط، يعني هو بيقفل باب التوتر عليه وعليها. بالظبط. أوكي، ده راجل طيب وراجل كريم، هنشوف الستات هيقولوا إيه. لكن طارق، هو الراجل بيكذب، في ناس كده اللي هو الكذب للكذب، يعني هو يعني اي حاجة على سبيل الاحتياط بيكذب، مش ان هو بيريح بيتجمل دماغه بيجامل يعني كذا. علشان الراجل عمره ما هيطلع في صورة حد وحش، لازم الراجل يطلع بيرفكت كامل. ما فيش حد كامل. لا ما هو ده انا راجل. هو اتربى كده يعني. انا راجل اساوي انسان كامل؟ لا راجل، يعني الراجل تصرفاتي راجل، يعني نهار ابيض انا لازم ابقى قدام المجتمع راجل هيرو طبعا. حتى لو كنت ايه؟ تمام ولا معاهم يا عم انت؟ احنا لسه في الاول بسخن، استنى لسه بسخن، بس هي دي الفكره. يعني لازم ابان ان انا ما بغلطش، انا الراجل اللي بيضربوا بيه المثل، انا الراجل اللي بيقولوا حتى دي ست ب 100 راجل، فانا انا راجل زي الفل. فعملت خطا؟ لا انا في ثانيه، يعني انا ما بخطأ، انا ما ينفعش اغلط. الانكار سيد الادله. طبعا طبعا انا ما ينفعش اكذب خالص، لان لو كذبت كده صوره الراجل في المجتمع يعني لا هتنهار، اللي هو يا نهار ابيض انت طلعت طلعت حاجه تانية خالص. فعشان كده الراجل ده حب بيكذب ولازم يكذب.